لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أحمد، بعد التحية، مظاهرات لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وانشقاقات على المستوى الحكومي، برأيك متى يستجيب نتنياهو للنداءات داخل وإنهاء العدوان على غزة والتوصل لاتفاق؟ يعني بعد التحية لحضراتكم والمشاهدين، بالفعل هناك تصدع وانشقاق عافي على الحل في ظل استمرار سياسات نتنياهو وحكومة أقصى اليمين في محاولة تجريب ما سبق تجريبه، وفي ظل الاستنزاف الذي تعاني منه إسرائيل والعزلة. فحاليا هناك صدام كبير بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، يعبر عنه تشويه متعمد ومتكرر وإهانات من رئيس الأركان جيش الاحتلال. هذا أيضا يتم التعبير عنه في تخبط حينما يكون هناك حديث عن هدنة إنسانية لبضعة ساعات كل يوم، ثم يتم التراجع عن هذا الأمر، الحديث عن قبول المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن، رئيس بايدن. هذه أمور تعبر عن حالة ارتباك يشملها أيضا الاشتباك مع وزير الدفاع السابق رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الذي يرى بأن هذه السياسات سياسات خرقاء ولا تحقق أمن إسرائيل. صحيح. في رأي حضرتك دكتور أحمد، فشل حكومة نتنياهو في إدارة الحرب ودعوات من سياسيين وأكاديميين للإطاحة بحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، هل تنجح تلك الدعوات في الإطاحة بالحكومة؟ إلى حد بعيد اقتربت نهاية هذه الحكومة الخرقاء، حكومة الخراب، بعد المستجدات بعد استقالة جلسة مجلس الحرب وحل مجلس الحرب، وجدنا طبيبة تفقد عينها في المظاهرة للاحتجاج على سياسات نتنياهو، وجدنا حزب شاسع عضو الائتلاف الحكومي يعرض قانونا أو مشروع قانون بالأحرى وترفضه الأغلبية داخل الليكود نفسها وداخل الائتلاف. فالتمرد لا يقتصر حاليا على الجنرالات بعد استقالة رئيس أمان المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وبعد استقالة قائد فرقة غزة، وبعد استقالة إيفن كوتر في الأركان السابق ووزير الدفاع السابق جانيت. وجدنا أن هناك حالة فعلا من التمرد داخل الليكود وتبادل اتهامات، هل وزير الدفاع يعمل بشكل فعال أم لا، هل رئيس الأركان يخدم نخبة حماس. يعني التخوين وصل إلى حد اتهامات متبادلة، من هو ذراع حماس داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل صناع القرار في إسرائيل، وهذا وضع لا يمكن الاستمرار فيه وضرر لا يمكن إصلاحه. أخيرا دكتور أحمد، هذه المجازر المستمرة، حتى أن أسوشيتد بريس وكالة الأنباء يعني سجلت تقريرا عن أنها عملية إبادة جماعية للعائلات الفلسطينية، وبناء عليه حتى في الجانب الأمريكي يعني استقال 8 مسؤولين أمريكيين. هل ترى أن كل هذه الأمور وهذا المشهد الأليم ممكن أن يؤدي إلى تغيير السياسة الأمريكية لما يحدث على الأرض؟ أعتقد أن هناك مصفوفات داخل الإدارة الأمريكية ترى أن المصالح الأمريكية في خطر، أن استقرار المنطقة في خطر، في ظل إطلاق يد جيش الاحتلال دون أن يتم ترجمة هذا إلى نتائج على الأرض، بمعنى أنه لن يتم الوصول إلى قادة المقاومة أو ردع المقاومة أو لجمها بعد أن وصلنا إلى رفح. الحديث عن انتقال المقاومة من رفح، كل الأماكن التي دخلها الجيش الاحتلال من قبل لم يتم السيطرة عليها بشكل نهائي، ولا القضاء على المقاومة فيها بشكل نهائي، ولا الوصول إلى محتجزين الأسرى. وبالتالي الإدارة الأمريكية مجبرة على مراجعة حساباتها ومواقفها، وهو ما يعبر عنه المبعوث الأمريكي الذي وصل للمنطقة ويتحدث عن 13 نقطة حدودية مع لبنان كتقديم ترضيات إلى المقاومة في لبنان حتى لا تتوسع الاشتباكات ولا تتغير قواعد الاشتباكات الحالية وتصبح مواجهة شاملة. أعتقد الإدارة الأمريكية عليها أن تراجع نفسها بشكل سريع وأن تبحث عن أساس هذا الصراع وتقدم حل شامل وعادل،
تمثل في تقديم أقل القليل مقابل التضحيات الكبرى التي تم تقديمها من الشعب الفلسطيني، وأعني مسار سياسي أفق سياسي إلى يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة. هذا يحقق في النهاية الأمن لإسرائيل، ويحقق في النهاية تقليل الضرر على مصالح الأمن. جزيل الشكر لك دكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.